هون في شيء كل سنة. لو سألتك لحد هذه اللحظة اللي احنا نصور بيها عن تعاقدات الزوراء للموسم المقبل، وأقول لك وصف لي إياها، بائسة، فقيرة، جيدة، ممتازة، شنو وجهة نظرك؟ والله مع احتراماتي يعني للاعبين، يعني اكيد هم خوش لاعبين، بس يعني انا اشوفها يعني مو مثل التعاقدات مال الشرطه والجويه. يعني اشوف فريق الجويه يعني تعاقداته على مستوى عالي، فريق الشرطه هم كذلك، بس يعني اشوف يعني التعاقدات مال الزوراء. يعني بتعاقدات الزوراء هل يعتبر فريق ينافس على لقب الدوري؟ ما اعتقد. ما ينافس؟ لا ما اعتقد. اقل نوعيه من الجويه والشرطه. اي شوف الجويه وشوف الشرطه فرق. فرق. اي طبعا. والسبب تقول الجهات الراعيه ما تطيع. اي هو الزوراء مشكله. شوف انا يعني صار لي فتره بالزوراء، يعني 9 سنوات بالزوراء، وانا من النادي طبعا. كل سنه يعني كل سنه نمر بهاي الازمه مال الفلوس. يعني مشكلتنا الاساسيه الفلوس. 9 سنوات لعبت؟ اي نعم. تطلبهم؟ لا والله ما اطلب. كل مستحقاتك مستلمها؟ والله انا استلمتهم، بس يعني شوف كل سنه احنا ولد النادي. شوف يجوز انا اول مره احكي وما احب احكي بهذا الموضوع، يعني يجوز احنا ولد النادي الاكثر الناس متضررين واكثر اللاعبين، واني مهند يعني اللاعبين قدام احمد فاضل